السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أسعار السيارات في المغرب. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا سيارات اللي معروضة للبيع. هاد السيارات هادو من نوع فيهم كاين المرسيدس 207 وما شابه. غادي نشوفوا المهم لي فارغونيت. لي فارغونيت راه معروفين بالنسبة للتجار اللي كيهزو بها السلعة مثلا أو الباع المتجولون. بحال نعطيكم على سبيل المثال فورد ترانزيت مرسيدس 207 310 مرسيدس 310 البيجو كذلك بوكس ديك والجامبر والفيات الفيات هذيك الفيات من حتى هي فارغونيت فيات فارغونيت دوكاتو و ايفيكو كذلك. هاد فارغونيت هادو راهم معروفين كذلك معروفين سواء في نقل البضائع او نقل كذلك نقل المسافرين اللي كيستعملوا مثلا في النقل المزدوج على سبيل المثال. يلا بلا ما نطول عليكم غادي نبداو باول سياره معنا. وقبل ما نبداو بغيت نذكركم بان النوامر ديال التليفون الناس راه كيبقاو عندي. الا كنتي بغيتي شي نمره فما عليك الا تواصل معايا على رقم الواتساب 0637101818 وانا ان شاء الله غادي نعطيك النمره ديال مول السياره الا كانت عجبك شي سياره وبغيتي تتكلم مع مولاها. نبداو اول سياره معنا هاد الفورد ترانزيت كاينه في مدينه الرباط. عندنا هادي كاينه في العاصمه نشوفو المعلومات ديالها. اذا هي كما كتشوفوا معايا هي راه فورد ترانزيت فيتري فيها الزيجان. مع الاسف كاينه غير صوره واحده اللي محطوطه هنايا اللي هي هذه كما كتشوفوا معايا هي دي فورد ترانزيت. بالنسبه لهاد السياره هذه فمولاتي يطلب فيها 135,000 درهم 135,000 درهم 13 مليون ونص. هادي كاينة في الرباط كما قلت موديل 2013 موديل 2013 مازوت 9 ديال الخيل. مولاتي يقول لها انها هادي عبارة عن ميني بيس طوبيس صغير مازال نقي فيه 19 البلاصة. كاين 19 البلاصة موديل 2013 موديل 2013 هو ده. ندوزو دابا لطومبيل اخرى معنا هاد المرسيدس 207 207 عندنا هي كما كتشوفو معايا هادي كاينة في ورزازات كاينة في مدينة ورزازات. مرسيدس 207 كاينة في مدينة ورزازات 308 عفوا هادي مرسيدس 308 كاينة في مدينة ورزازات. هي كما كتشوفوا معايا عندنا هي كما كتشوفوا معايا راه الداخل راه خاويه ما فيها لا بلايص لا والو. بالنسبة لهاد مرسيدس 308 فهادي مولاتي يطلب فيها 150,000 درهم 150,000 درهم 15 مليون كيطلب فيها 15 ديال المليون 15 مليون. كاينة في ورزازات موديل 94 موديل 94 مازوت 9 ديال الخيل مرسيدس ديال المعيشة الصح والعمل. ندوزو دابا لطومبيل أخرى معنا هاد البيجو بوكسر بيجو بوكسر كاين في المحمديه بيجو بوكسر كاين في المحمديه بيجو بوكسر كاين في المحمديه دابا بالنسبة لهاد البيجو بوكسر اللي كاين في المحمدية فمولاها تيطلب فيها 75,000 درهم كيطلب فيها 7 مليون ونص 75,000 درهم 7 مليون ونص.
هذه كاينه في المحمديه بيجو بوكسر موديل 2004، موديل 2004 بوكسر مليحه، موتور مليح، البنوات جداد، الكاروسري جديد. اللي يبغى مرحبا، الضريبه 800 درهم، الضريبه 800 درهم. ندوزو دابا طومبيل اخرى معنا، هاد ترانزيت، فور ترانزيت بلا جيجان، اللي ما فيهاش جيجان اللي بغا يهز فيها شي سلعه. هي كما كتشوفوا معايا فور ترانزيت، هي من الداخل بالنسبة لهاد الفورد ترانزيت هادي في مولاها تيطلب فيها 110 ألف درهم، 110 ألف درهم، 11 المليون، كيطلب فيها 11 ديال المليون، 11 المليون. فورد ترانزيت هادي كاينة في كازا، كاينة في كازا في الدار البيضاء، موديل 2009، موديل 2009، الضريبة ديالها 800 درهم، الضريبة ديالها 800 درهم. ندوزو دابا لطوموبيل أخرى معنا، هادي الرونو، هاد الرونو كاين حتى هي في كازا، فارغونيت، رونو فارغونيت، إذن بالنسبة لهاد الرونو فارغونيت فمولاها كيطلب فيها التمن ديال 50 ألف درهم و 750 ألف درهم و 700، هي 500 درهم، 50 ألف و 700 درهم، 5 مليون و 140 ألف ريال. هادي كاينة في كازا مولاها تيقولو بلي هادي موديل 98، مازوت 8 ديال الخيل، سيارة للبيع من نوع رونو ترافيك، رونو ترافيك. ندوزو دابا الطومبيل اخرى، هاد بيجو جامبر، بيجو جامبر هادي كاينة في كازا، دير هانتوما كيما كتشوفو معايا التصاور ديالها. بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها 68 ألف درهم، 68 ألف درهم، 6 مليون و 800، كيطلب فيها 6 مليون و 800. هادي بيجو كيما قلت بوكسر جامبر، جامبر مؤتمن ديالها 68 ألف درهم، 6 مليون و 800، 68 ألف درهم، 68 ألف درهم. كاينة في كازا موديل 2005، موديل 2005 المحرك في حالة جيدة، الضريبة 800 درهم، الثمن مناسب 868 ألف درهم. كاينة في مدينة الدار البيضاء. ندوز دابا لهاد الفيات، هادي الفيات، هادي فيات من نوع دوكاتو، دوكاتو، فهي كما كتشوف معايا فهي مستعملة من طرف نقل مدرسي. ندير انتم كيما كتشوفوا معايا فيات دوكاتو. بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها 90 ألف درهم، 90 ألف درهم، 9 المليون، كيطلب فيها 9 ديال المليون، 9 ديال المليون. تيقول بهادي كاينة في برشيد، هادي كاينة في مدينة برشيد، موديل 2008، موديل 2008، موديل 2008، مازوت 8 ديال الخيل،
Bonjour, j'ai mis en vente un transport scolaire modèle infini bien entretenu. C'est 27 places. ندوزو دابا للطوموبيل اخرى معنا هادي. هادي كاين في مدينة الدار البيضاء رونو ترافيك، كاينة في الدار البيضاء. إذن هذه كما قلت كاينه في الدار البيضاء. بالنسبه لهذه السياره هذه مولاها تيطلب فيها 93000 درهم، هذه كيطلب فيها 73000 درهم. 73000 درهم موديل 93 كاينه في كازا. 8 ديال اخر الطوموبيله مليحه وكل شيء فيها ناضي. إذن كانت هذه اخر سياره معنا اليوم من لي فارغونيت. شفنا رونو ترافيك، شفنا فيات دوكاتو، شفنا بيجو جامبار، شفنا الفور ترانزيت والمرسيدس 307. وهادو هاد السيارات هادو بالنسبه للماري التليفون، فإلى بغيتو شي سياره فما عليكم الا تواصلوا معايا على رقم الواتساب 0637 10 98 18، او اذا كانت عندكم اي سياره بغيتو تعرضوها للبيع فما عليكم الا صيفطوا ليا كذلك على هذا الرقم هذا الواتساب، وغادي نعرض لكم السيارة ديالكم للبيع في القناة ديالنا مجانا. نشكركم على المتابعة ونتشوفو فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامة.